اسمي محمد رهين دهمون. مرحبا، اسمي بهاء، انا تلميذ من السنة الخامسة من مدرسة القدر. نسمع للحضارات فقط تعاقب عليها حضارات متنوعة مثل الحضارة الإغريقية والرومانية. اليوم سنقدم لكم رسمات في الفصول الأربعة من متحف سوسة. كانت سنة تقريبا فصل الربيع يلي فصل الصيف ثم الخريف وأخيرا فصل الشتاء. تكون اللوحة من أربع حامات الفصول. الحامل الأول هو حامل فصل الربيع، حيث نلاحظ أنه يحمل قوات فوق رأس أشهر الربيع يعني مارس أبريل مايو. الحامل الثاني هو حامل فصل الصيف، حيث نلاحظ هنا أنه يحمل كيس أقمار على كتفه ومن جمال الكتف. وأشهر فصل الصيف كما هي موضحة في اللوحة هي زمان ثلة وأولى. الحامل الرابع هو حامل فصل الشتاء وهو موسم الصيف كما نلاحظ في اللوحة، ونلاحظ أيضا أنه يحمل الطرائد في يده. وشهور فصل الشتاء هي ديسمبر جانفي.